إيش بدي أعمله؟ عندي البصل الأحمر ضروري بهاي الوصفة، كتير بيلبق مع البطاطا، مع سلطات البطاطا تحديداً، وتحديداً المشوية البصل الأحمر. فرح أحط على البصل الأحمر شوية خل، خل أبيض، ورح أحط عليه رشة فلفل أسود عشان ما تضلكم تحكوا طعمة البصل وريحة البصل، هيك أنتوا بتضمنوا إنه البصل صارت نكهته 100%. تمام؟ بالنسبة للبطاطا اللي عنا، البطاطا أنا مستخدمة نوع الصغير البيبي، مفرشيتها منيح بالفرشاية، مخليتها بالقشر. رح أضيف لها الآتي: بدنا شوية بهارات كيجن إن وجدت، إذا ما عندكم تقدروا تحطوا بهارات فاهيتا أو تاكو. بدنا نحط بهارات الجاج، حط بهارات الجاج بزبط، ملح. له يا سلمى، إلك أحلى بهارات ولو؟ يعني والله يا سلمى عندك الشيف ديما مش خبرية حجاوي وبتسأل عن بهارات الله يسامحك. لا لا عندك ستي بكون إن شاء الله. طيب يا جماعة، شوية زيت زيتون حتى تنشوي معانا البطاطا بطريقة كتير حلوة. هلأ بدي طب هلأ بدنا نفرك حبات البطاطا بهاي الطريقة، شوفوا كيف بصير لونها وشكلها، وبدنا ندخلها على فرن حرارته 180 أو 200 لمدة 40 دقيقة. لازم تنحط البطاطا وهي شوي دافية على الدريسنج حتى تشربها. تمام، اتفقنا؟ تمام. هلأ أنا هون عندي لبن، في إشي موجود بالسوق رح أصور لكم إياه تحت الهواء على الستوري، اللي هو جيرمان صوص اسمه. تمام. اللي هو عبارة عن مايونيز مع ماسترد مخلوطين مع بعض ومريحيننا منه. أما إذا ما عندكم بتحطوا المايونيز والماسترد بس، يعني كتير إشي بسيط: مايونيز، ماسترد، لبن. لحد الآن هلأ حطينا زيت الزيتون، الخل اللي بدي إياه موجود أوريدي في البصل، فأنا هلأ رح أستعمله من البصل نفسه. أنا بدي خل أكيد. رح نخلط كل هاي المقادير، رح نحط هلأ عليها ملح وفلفل ونفس البهارات حتى النكهة تلحق بعض، ما تكون البطاطا نكهة والدريسنج يعني نكهة تانية أو الخضار، بدي كل إشي يكون متناسق. فرح أرجع أحط كمان رشة من الكيجن، هي موجودة بالأسواق طبعاً، مش شرط هذا يعني إنه أي براند بدكم إياه من الكيجن سبايسز. رح أكتر الزيتات شوي، ننزل بالبطاطا وهي دافية يا سمير على والغاية دريسنج. إنها دافية رح تشرب الصوص لأنه لسه بتكون هيك مسماتها متفتحة. يا عيني عليك، شايف؟ طلع طلعوا ما أحلاها وهي مشوية. شوفوا ما أحلى شكلها، كتير بتختلف طعمة السلطة يعني بالبطاطا المشوية عن لما بتسلقوها سلق، طعم مختلف تماماً. هلأ بدنا نزيد عليها سمير كل المقادير التانية. يا سلام، أنا حبيت أعمل إضافة ذرة، كتير بلبق مع البطاطا المشوية هي الذرة. فلفل أحمر حلو حتى يلون لنا هالصفار لأنه عنا صار كتير أصفر. أكتر مكونين بلبقوا مع سلطات البطاطا: مخلل الخيار والسلري. يا عيني، مخلل الخيار وسلري، هاي يعني سلطة خمس نجوم. بدنا شوية بقدونس، تفضل، شوية خضار. لا يعني حارمينك من البقدونس، حطي بقدونس. هلا هاي زيادة بس أنا حابة أحطها كتير، اللي هي التشايفز اللي بيجي زي البصل الأخضر بس كتير، اللي هو التشايفز. تشايفز. أنا بحب التشايفز بالسلطة بتاعتي. تحب التشايفز أنت يا باشا؟ بس عشان نوضح لهم. ها؟ شايف خمل البصل الأخضر؟ ها؟ التشايفز أرفع. يعني بس دكتوراه. بس التشايفز عن جد. هو توم معمر اسمه، بين طعمة التوم والبصل. اوكي اوكي، فرح نحط البصل والتشايفز، هاي التشايفز بيجي كتير رفيع زي البصل الأخضر. تمام. آخر مكون زعتر، أنا عم استخدمة زعتر مرتب. شوف لي يا سمير هالألوان كيف تناسقت كلها مع بعض وصارت جاهزة تقعد بصحن أسود حتى إحنا نبرز اللون. يا سيدي، حطيتها باللون بصحن أبيض مش رح يبين معانا حلو طبعاً، فدائماً نحاول نعمل تناسق بالألوان قد ما بنقدر. بطاطا مقطعة مع القشر، بطاطا مفرومة، معلقتين زيت، بدنا ملح وفلفل، بدنا زعتر بالإضافة لبهارات الكيجن، بدنا مخلل خيار، بدنا سلري، بصل أخضر، إيش ما عندكم، بقدونس من هاي الخضار الورقية، وبدنا كمان ذرة وفلفل حمرة مفرومة بالإضافة للبصل الحمرة، ضرورية البصل الحمرة المفرومة ناعم. أما الصلصة فهي لبن جيرمان صوص، رح أقولكم شو هو على الهواء. بدنا زيت زيتون وبدنا خل أبيض، نحتاج كمان لشوية زعتر، سيراتشا صوص حتى نعملها حرة، وبهارات الكيجن.